مين هم الفلسطينيين؟ الفلسطينيين هم الإسرائيليين اللي سكنوا الأرض؟ آه. الفلسطينيين هم العرب اللي سكنوا الأرض بعد كده؟ آه. بس كل حاجة نمشي فيها حتة حتة، يعني الإسرائيلي اللي سكن الأرض يعتبر فلسطيني؟ آه. بس هو عزيزي الموضوع كبير، الموضوع مش سهل، الملعوب كبير أوي أوي أوي. بس لو بتحب بلدك لازم تفهم الملعوب. ليه بقى؟ لأنك لو فهمت الملعوب هتعرف تحل المشكلة وتنقذ بلدك. فكر معايا، هبتدي معاك تدريجيا بشرح كل شيء، وفي النهاية هكشف لك الملعوب وإزاي نحل الملعوب ده. اصبر معايا واسمعني لو سمحت، لو بتحب مصر للآخر. نبتدي مع بعض. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. الحلقة النهاردة مهمة جدا جدا جدا، هنشرح فيها حاجات كتير قوي. هنشرح ليه 7 أكتوبر 2023 كانت أخطر من 6 أكتوبر 73، وهنشرح ليه اتأخر الاجتياح البري، وهنشرح هل الناس اللي بتفكر في إزالة الكيان من المنطقة ممكن تعمل ده؟ كمان هنفرق بين الاستعمار والاحتلال وغيره. هنفكر في تفكيرنا إحنا كشعوب عربية، هل بنفكر في الاحتلال تفكير أحادي؟ هنفكر مع بعض أمريكا والقوى الكبرى والإسلام السياسي ايه علاقتهم مع بعض؟ هنفكر مع بعض في هل احنا عندنا مبررات ان احنا ندخل حرب؟ هنفكر اللي حصل، احداث كتيرة حصلت في المنطقة، بعضها متعمد بعضها غير متعمد، وفي اعلام صادق وفي اعلام كاذب. هنتكلم على المخطط اللي مفروض يتعمل في الفترة اللي جاية. هنتكلم هل المسلمين هم أول من اكتشفوا التطور، نظرية التطور. كمان هنفكر ليه اتحرك إسماعيل هنية وخالد مشعل دلوقتي، وإيه السر والملعوب الكبير اللي بيتدبروا من زمان وبتتفرد له الساحة، والعملاء هيئوا الأرضية لتنفيذ المخطط ده، وإزاي إحنا ممكن نوقف المخطط وننقذ بلدنا مصر. الحقيقة الحوار جامد قوي قوي قوي، بس أنا همسك معاك الموضوع حتة حتة عشان نبني مع بعض أفكار كاملة في كل النقاط ونناقشها مع بعض. ولو في حد ليه فكرة او عايز يطرح اي تعليق يقول لي وانا معاه. الاول، هي ايه فلسطين؟ هي ايه اسرائيل؟ لازم نعرف حاجة، ان كلمة فلسطين هي الدولة الارض، زي مثلا مصر. مصر كارض سكنها الفراعنة، سكنها يهود، سكنها مسيحيين، وبعد كده دخلها الاسلام. هل كل اللي على أرض مصر يعتبروا مصريين؟ لا. طيب كلمة فلسطين، فلسطين هي الأرض، أرض اسمها فلسطين. حتى لما كانت مملكة داوود قائمة
كانت قائمة على أرض فلسطين. طبعا في ناس تقول لك السيد المسيح فلسطيني، فلسطيني اه، لأنه اتولد على أرض فلسطين. بس مين هم الفلسطينيين؟ مين هم الفلسطينيين؟ الفلسطينيين هم الإسرائيليين اللي سكنوا الأرض؟ اه. الفلسطينيين هم العرب اللي سكنوا الأرض بعد كده؟ اه. بس كل حاجة نمشي فيها حتة حتة. يعني الإسرائيلي اللي سكن الأرض يعتبر فلسطيني؟ اه، بس هو متمسك بعرقيته كمنحدر من اليهود، فمسمي نفسه إسرائيلي وعايز يسمي البلد إسرائيل. لكن إسرائيل، فلسطين كفلسطين، سكنها إسرائيليين، سكنها غير إسرائيليين، غزاها عرب، وكان فيها ناس أساسا جاية من تكريت وجزر تكريت وعاشوا فيها، تسموا فلسطين، وهم ليسوا بعرب وليسوا بيهود. ده الموضوع كبير. أيوة الموضوع كبير، لكن أنا عايز أحط لك مختصر المفيد. العربي اللي سكن مصر فترة طويلة من الزمن وهو مش مصري، هل نقدر نقول عليه مصري؟ آه نقدر نقول عليه مصري، لأنه بسكنه في البلد فترة طويلة أخد جنسيتها. ده اللي بيروح دولة أجنبية يعيش 10 سنين ولا 6 سنين بياخد جنسيتها، بيبقى الجنسية، مع أنه هو مش من نفس العرق. يبقى نقدر نقول ان في فترات سابقة في ناس كانت جاية من تكريت وجزر تكريت مش عرب، كانوا ساكنين ارض فلسطين وتسموا بالفلسطينيين. وبعد كده لما جم موسى وغيره وابراهيم وعاشوا في المنطقة دي، عاشوا في ارض فلسطين وتملكوا واداهم ربنا ارض فلسطين كوعد، عاشوا فيها قبل العرب. العرب اللي سكنوا فلسطين بعد الغزو والفتح اللي مسمينه فتح اسلامي، دول اساسا مش فلسطينيين، لا دول جايين من الجزر العربيه ومن اليمن ومن قبائل، لكن عاشوا قعدوا فيها واخدوا صفه فلسطينيين. يبقى القضيه مش قضيه مين بتاعت مين، بص للتاريخ وادرسه من القديم، لدرجه ان في فتره معينه كان اليهود والاسرائيليين حاكمين هذا البلد وماسكين السلطه فيه، وكانوا اصدروا عمله، والعمله موجوده افتكر موجودة عندكم على الفيسبوك، مكتوب عليها فلسطين، والعملة مكتوبة باللغة العبرية، باللغة العبرية، يعني هم عارفين دي أرض اسمها إيه. لكن هل كل من وجد عليها فلسطيني فلسطيني حقيقي؟ الأرض توعد بيها في القرآن وفي التوراة إن أرض فلسطين دي اللي هي هيعيشوا فيها بني إسرائيل. آه، لكن الخلاصة اللي احنا عايزين نقولها، احنا نتمنى السلام لكل الناس. اهل غزة انا بيصعبوا عليا جدا لما بشوف قتل، بيصعب عليا ده. لما بشوف اطفال بتموت بيصعب عليا ده. لما اشوف ستات بتترمل وبيوت بتتهدم بيصعب عليا ده. بس برضو قبل كده في 7 اكتوبر لما دخلوا المجموعة ديت الحمساوية وقتلوا في العزل وقتلوا في الأطفال في الحفلات، برضو صعب عليا ده، لأن الدم كله حرام، الدم كله حرام. لكن لما يطلع لك حمساوي يقول لك أنا ما يهمنيش أفجر روضة أطفال، أقول له لا، ده إرهاب وده شغل الشيطان، مش شغل ناس تعرف ربنا. إحنا نتمنى للمنطقة دي تعيش في سلام. أنا يعني أهل غزة بيصعبوا عليا، إيه ذنبهم في وجود شوية إرهابيين وسطهم؟ لكن إرهابيين دول عملاء بينفذوا أجندة، وهفهمكم الأجندة دي في النهاية.